بسم الله الرحمن الرحيم. يسر الإدارة العامة للتوجيه والإرشاد بالمسجد الحرام أن تقدم لكم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: باب ما يستخرج من البحر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ليس العنبر بركاز، هو شيء دسره البحر. وقال الحسن رحمه الله: في العنبر واللؤلؤ الخمس، فإنما جعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركاز الخمس، والركاز هو المال المدفون، ليس في الذي يصاب في الماء. قال الحافظ ابن حجر رحمه الله: اختلف في العنبر. فقال الشافعي رحمه الله في كتاب السلم من الأم: أخبرني عدد ممن أثق بخبره أنه نبات يخلقه الله في جنبات البحر. العنبر نبات يخلقه الله في جنبات البحر. قال: وقيل إنه يأكله حوت فيموت، فيلقيه البحر فيؤخذ، فيشق بطنه فيخرج منه. فالبخاري رحمه الله يقول: العنبر ليس في ركاز، لأن الركاز هو المال المدفون، أما العنبر ليس بركاز، يعني فليس فيه زكاة. وقال الليث رحمه الله: حدثني جعفر بن ربيعة عن عبد الرحمن بن هرمز عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن رجلاً من بني إسرائيل سأل بعض بني إسرائيل بأن يسلفه 1000 دينار، فدفعها إليه، فخرج في البحر فلم يجد مركباً. ذلك الرجل الذي استلف لما جاء الوعد جاء إلى البحر فلم يجد مركباً حتى يرد حق الإنسان، فأخذ خشبة فنقرها، أي نقر الخشبة وحفرها، فأدخل فيها في الخشبة 1000 دينار فرمى بها في البحر. فخرج الرجل الذي كان أسلفه فإذا بالخشبة فأخذها لأهله حطبا، فذكر الحديث، فلما نشرها وجد المال. فلما وجد المال، وذلك الرجل وجد مركباً جاء مرة أخرى ويعطيه 1000 دينار، فقال: إن الذي أرسلت قد وصلني. فالذي يأخذ الدين وينوي القضاء يعينه الله. باب في الركاز الخمس. فقال مالك وابن دينار، وقال مالك وابن إدريس رحمهم الله: الركاز دفن الجاهلية، أي المال المدفون من زمن الجاهلية، لأن في زمن الجاهلية ما كان فيه صندوق ولا مخزن ولا خزنة، كانوا يدفنون في الأرض، فإذا نسي أو مات خلاص انتهى. فإذا وجده الإنسان قال: الركاز دفن الجاهلية، في قليله وكثيره الخمس. من وجد هذا الركز الذي هو من زمن الجاهلية يجعله 5 أجزاء ويخرج الخمس للفقراء، والباقي لمن وجده.
في قليله وكثيره الخمس، وليس المعدن بركاز. المعدن الذي خلقه الله في الأرض ليس بركاز، إنما الركاز هو دفن الجاهلية. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في المعدن جبار، يعني إذا حفر الإنسان ووجد معدنا وسقط إنسان فلا يؤاخذ من حفر المعدن إذا كان بعيدا عن الطريق. وأخذ عمر بن عبد العزيز رحمه الله من المعادن من كل 205، يعني أخذ من كل 205 في 100 ريالين ونصف في 205. وقال الحسن رحمه الله: ما كان من ركاز في أرض الحرب ففيه الخمس، وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة. أما إذا كان المال مدفون من أموال المسلمين ففيه الزكاة، أما إذا عرف أنه من زمن الجاهلية فيؤخذ الخمس والباقي لمن وجده. قال الحسن رحمه الله: ما كان من ركاز، أي مال مدفون من زمن الجاهلية في أرض الحرب، ففيه الخمس، الذي وجده يخرج الخمس للفقراء والباقي لمن وجده. وما كان من أرض السلم ففيه الزكاة، أما إذا كان المال في أرض المسلمين ومال المسلمين فوجده ففيه الزكاة. وإن وجدت اللقطة في أرض العدو فعرفها، أي نادي بها. وإن كانت من العدو، يعني من مال الكفار، ففيها الخمس. وقال بعض الناس: المعدن ركاز مثل دفن الجاهلية، لأنه يقال أركز المعدن إذا خرج منه شيء. قيل له: قد يقال لمن وهب له شيء أو ربح ربحا كثيرا أو كثر ثمره أركزت. ثم ناقض وقال: لا بأس أن يكتمه فلا يؤدي الخمس. فالبخاري يرد على هذا القول. فالمعدن إذا وجده ليس بركاز، بل هو خلقه الله وهذا الإنسان حفر ووجد. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب عن سعيد بن المسيب عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: العجماء جبار، الحيوان إذا فعل شيئاً يضر فهو لا يؤخذ إلا إذا كان صاحب الحيوان معه، أما إذا كان الحيوان خرج من المكان الذي فيه ثم أفسد شيئاً فهدر، لا يلزم صاحبها شيء إلا إذا كان صاحب الحيوان معه، وعند ذلك يضمن. والبئر جبار، كذلك إذا حفر بئرا بعيدا عن الطريق ووقع إنسان فليس على من حفر البئر شيء إلا إذا كان في أثناء الطريق. والمعدن جبار، المعدن الذي حفر الإنسان، حفر إنسان مكانا ووجد معدنا ووقع إنسان، فالذي حفر المعدن ليس عليه شيء. وفي الركاز الخمس، وفي المال الذي من دفن الجاهلية من وجده يخرج الخمس والباقي لمن وجده. باب قول الله تعالى: والعاملين عليها، الذين يعطون من الزكاة 8. قال الله عز وجل: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل.
هؤلاء 8 هم الذين يستحقون الزكاة، منهم والعاملين عليها، وهو الذي يرسله الإمام ليقبض الزكاة من أهل الأموال ويأتي بها فيعطى أجرته منها، ومحاسبة المصدقين مع الإمام إذا جاءوا بالمال يحاسبهم. حدثنا يوسف ابن موسى، حدثنا أبو أسامة، أخبرنا هشام ابن عروة عن أبيه عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال: استعمل رسول الله صلى الله عليه وسلم رجلا من الأسد، من قبيلة الأسد، على صدقات بني سليم يدعى ابن اللتبية، فلما جاء حاسبه، لما جاء بالأموال حاسبه، فذلك الرجل قال: هذا لكم وهذا أهدي لي، فغضب النبي صلى الله عليه وسلم: لا يجوز للعامل أن يقبل الهدية، بل يقبض الزكاة ويأتي بها إلى من أرسله، ولا يجوز له أن يأخذ الهدية، لأن الهدية ليست هدية بل هي رشوة، لأن صاحب المال إذا أعطاه هدية ليضيق مال الزكاة ولا يدفع الزكاة كاملة، فهذه رشوة، فلا يجوز للعامل أن يقبض الهدية. باب استعمال إبل الصدقة وألبانها لأبناء السبيل. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن شعبة، حدثنا قتادة عن أنس رضي الله عنه أن ناساً من عرينة قبيلة اجتووا المدينة، أي لم يوافقهم جو المدينة، فرخص لهم رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يأتوا إبل الصدق، أن يذهبوا إلى إبل الصدق فيشربوا من ألبانها وأبوالها، وهذا يدل على أن بول ما يؤكل لحمه طاهر، فيشربوا من ألبانها وأبوالها، فقتلوا الراعي واستاقوا الذود. هؤلاء القوم لما عافاهم الله قتلوا راعي النبي صلى الله عليه وسلم واستاقوا الإبل، أخذوا الإبل، فأرسل رسول الله صلى الله عليه وسلم فأتي بهم فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم، أي أحمل مسمار ووضع في أعينهم، لأنهم فعلوا ذلك بالراعي، وتركهم بالحرة يعضون الحجارة، يعني حتى ماتوا، لأنهم ارتدوا وقتلوا وأخذوا المال فجمعوا الجرائم، فقطع أيديهم وأرجلهم وسمر أعينهم وتركهم بالحرة الأرض الملبسة بالحجارة السوداء حتى ماتوا لأنهم كفروا. تابعه أبو قلابة وحميد وثابت عن أنس رضي الله عنه. فالشاهد أن الرسول عليه الصلاة والسلام أرسلهم إلى إبل الصدقة يشربوا من ألبانها وأبوالها لأنهم لم يوافقهم جو المدينة، ثم ارتدوا والعياذ بالله. باب وسم الإمام إبل الصدقة بيده. الوسم العلامة، أن يكوي المكان من الحيوان ليعرف أنه من إبل الصدقة، يحمل المسمار ويكوي مكان من الحيوان ليعرف أن هذا من إبل الصدقة. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا الوليد، حدثنا أبو عمرو الأوزاعي، حدثني إسحاق بن عبد الله بن أبي طلحة، حدثني أنس بن مالك رضي الله عنه قال: غدوت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم بعبد الله بن أبي طلحة، يعني ولد له ولد، فجاء به إلى النبي صلى الله عليه وسلم ليحنكه، أي يمضغ تمرة ويضعها في فمه، فوافيته، أي وجدت الرسول عليه الصلاة والسلام في يده الميسم، أي الحديدة التي
يكوي بها الحيوان ليعرف أنه من إبل الصدق، يسم إبل الصدق. الرسول عليه الصلاة والسلام كان بنفسه يضع علامة على إبل الصدقة حتى تعرف أنها من إبل الصدق. قال الحافظ رحمه الله: وسيأتي في الذبائح من وجه آخر عن أنس أنه رآه يسم غنماً في آذانها، يجعل العلامة في أذن الغنم، يحمل المسوار ويجعله في أذن الغنم ليعرف أن هذا من إبل الصدقة أو من غنم الصدقة. باب فرض صدقة الفطر. صدقة الفطر من رمضان واجبة على كل مسلم ذكرًا أو أنثى أو عبد أو حر، كل مسلم لا بد أن يدفع صدقة الفطر، والصغير والكبير. ورأى أبو العالية وعطاء وابن سيرين رحمهم الله صدقة الفطر فريضة. حدثنا يحيى بن محمد بن السكن، حدثنا محمد بن جهضم، حدثنا إسماعيل بن جعفر عن عمر بن نافع عن أبيه عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على العبد والحر والذكر والأنثى والصغير والكبير من المسلمين، وأمر بها أن تؤدى قبل خروج الناس إلى الصلاة، زكاة الفطر قبل صلاة العيد، قبل أن يخرج الناس إلى صلاة العيد، ويجوز قبل يوم أو يومين حتى الفقراء لا يحتاجون إلى سؤال الناس في أيام العيد. باب صدقة الفطر على العبد وغيره من المسلمين. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض زكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير على كل حر أو عبد ذكر أو أنثى من المسلمين. باب صاع من شعير. حدثنا قبيصة، حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله عن أبي سعيد رضي الله عنه قال: كنا نطعم الصدقة صاعًا من شعير، نطعم الصدقة صاعًا من شعير. باب صدقة الفطر صاعًا من طعام. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن زيد بن أسلم عن عياض بن عبد الله بن سعد ابن أبي سرح العامري أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول: كنا نخرج زكاة الفطر صاعًا من طعام أو صاعًا من شعير أو صاعًا من تمر أو صاعًا من أقط وهو اللبن المجفف أو صاعًا من زبيب. باب صدقة الفطر صاعًا من تمر. حدثنا أحمد بن يونس، حدثنا الليث عن نافع أن عبد الله رضي الله عنه قال: أمر النبي صلى الله عليه وسلم بزكاة الفطر صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، قال عبد الله رضي الله عنه: فجعل الناس عدله مدين من حنطة. الرسول قال صاع، ولكن بعضهم قال إذا كان من الحنطة، لأن الحنطة يعني أنفع وأقوى، قالوا نصف مدين، نصف صاع، ولكن الرسول عليه الصلاة والسلام قال صاعًا من تمر أو صاعًا من شعير، فالأولى أن يخرج صاعًا. باب صاعًا من زبيب. حدثنا عبد الله بن منير، سمع يزيد العدني، حدثنا سفيان عن زيد بن أسلم قال: حدثني عياض بن عبد الله بن أبي سرح عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نعطيها في زمان النبي صلى الله عليه وسلم
صاعاً من طعام، أو صاعاً من تمر، أو صاعاً من شعير، أو صاعاً من زبيب. فلما جاء معاوية رضي الله عنه وجاءت السمراء يعني البر، قال: أرى مدًّا من هذا يعدل مدين، يعني قال رأيه، ولكن الذي ذكر النبي صلى الله عليه وسلم صاعاً من تمر، فالأولى أن يخرج صاع. قال النووي رحمه الله، قال الحافظ ابن حجر: وقد حكى الخطابي رحمه الله أن المراد بالطعام هنا الحنطة، وأنه اسم خاص له، ويدل على ذلك ذكر الشعير وغيره من الأقوات، والحنطة أعلاها. باب الصدقة قبل العيد، صدقة الفطر قبل صلاة العيد. حدثنا آدم، حدثنا حفص بن ميسرة، حدثنا موسى بن عقبة عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم أمر بزكاة الفطر قبل خروج الناس إلى الصلاة، أي صلاة العيد، ويجوز قبل يوم أو يومين. حدثنا معاذ بن فضالة، حدثنا أبو عمر عن زيد عن عياض بن عبد الله ابن سعد عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال: كنا نخرج في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم يوم الفطر صاعاً من طعام. قال أبو سعيد: وكان طعامنا الشعير والزبيب والأقط والتمر. باب صدقة الفطر على الحر والمملوك. وقال الزهري رحمه الله: في المملوكين للتجارة، إذا كان عنده عبيد يتجر فيهم زكاة الفطر عليه أن يزكي عنهم، يزكي في التجارة ويزكى في الفطر. إذا كان العبد للتجارة فإذا باعه يزكي عنه، يدفع الزكاة، وإذا في رمضان يخرج عنه أيضا زكاة الفطر. حدثنا أبو النعمان، حدثنا حماد بن زيد، حدثنا أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض النبي صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر، أو قال رمضان، على الذكر والأنثى والحر والمملوك صاعاً من تمر أو صاعاً من شعير، فعدل الناس به نصف صاع من بر. أما الرسول صلى الله عليه وسلم قال صاعاً من تمر، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي التمر، فأعوز أي قل أهل المدينة من التمر فأعطى شعيراً، فكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطي عن الصغير والكبير، حتى إن كان يعطي عن بنية، وكان ابن عمر رضي الله عنهما يعطيها الذين يقبلونها، وكانوا يعطون قبل الفطر بيوم أو يومين. باب صدقة الفطر على الصغير والكبير. حدثنا مسدد، حدثنا يحيى عن عبيد الله قال: حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر صاعاً من شعير أو صاعاً من تمر على الصغير والكبير والحر والمملوك، حتى الحمل يستحب إخراج الزكاة عن الحمل استحباباً لا وجوباً. بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحج. باب وجوب الحج وفضله، وقول الله عز وجل: ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا ومن كفر فإن الله غني عن العالمين. فالحج فرض في العمر مرة، إذا وجد الزاد والراحلة والأمن،
إذا كان صحيحا ووجد الركوب الذي يوصله إلى الحج ويرده، ووجد المال الذي يقتات به حتى يرجع، وترك لأهله قوتهم، وعند ذلك يجب عليه الحج في العمر مرة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن ابن شهاب، عن سليمان بن يسار، عن عبد الله بن عباس رضي الله عنهما قال: كان الفضل ابن عباس رضي الله عنهما رديفا، أي راكبا وراء رسول الله صلى الله عليه وسلم، فجاءت امرأة من خثعم قبيلة، فجعل الفضل ينظر إليها وتنظر إليه، وجعل النبي صلى الله عليه وسلم يصرف وجه الفضل إلى الشق الآخر، لأن لا يجوز النظر إلى المرأة الأجنبية، فالرسول عليه الصلاة والسلام كان يحول وجه الفضل عن رؤية هذه المرأة. فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخاً كبيراً لا يثبت على الراحلة، ضعيف لا يثبت على الراحلة، أفأحج عنه؟ قال: نعم، وذلك في حجة الوداع. فدل على أن العاجز يحج عنه، وفيه أن المرأة تحج عن الرجل. باب قول الله تعالى: يأتوك رجالاً وعلى كل ضامر يأتين من كل فج عميق ليشهدوا منافع لهم. وأعظم المنافع معرفة التوحيد، والكعبة التي بناها إبراهيم عليه السلام، فدروس الحج كلها فيها بيان التوحيد، إخلاص العبادة لله عز وجل. حدثنا أحمد بن عيسى قال: فجاجاً الطرق الواسعة. الفجاج جمع فج، والفج هو الطريق الواسع. حدثنا أحمد بن عيسى، حدثنا ابن وهب عن يونس عن ابن شهاب أن سالم بن عبد الله أخبره أن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يركب راحلته بذو الحليفة، ثم يهل حتى تستوي به قائمة، يعني عند الميقات يلبي ذو الحليفة ميقات أهل المدينة. حدثنا إبراهيم بن موسى، أخبرنا الوليد، حدثنا الأوزاعي، سمع عطاء يحدث عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن إهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم من ذي الحليفة حين استوت به راحلته، رواه أنس وابن عباس رضي الله عنهم. باب الحج على الرحل. وقال أبان: حدثنا مالك بن دينار عن القاسم بن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث معها أخاها عبد الرحمن رضي الله عنه، فأعمرها من التنعيم، وحملها على قتب. القتب هو ما يجعل بعد الرحل ليركب الرديف، يعني شيء يهيأ ليركب الثاني على الرحل، فعمل لها ما تركب عليه أم المؤمنين عائشة وراء الرحل. وقال عمر رضي الله عنه: شد الرحال في الحج، فإنه أحد الجهادين، فالحج جهاد النساء. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا يزيد بن زريع، حدثنا عزرة بن ثابت عن ثمامة بن عبد الله بن أنس قال: حج أنس رضي الله عنه على رحل، ولم يكن شحيحاً، أي لم يكن بخيلاً، وحدث أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حج على رحل وكانت زاملته، أي التي يوضع عليها المتاع،
قال الحافظ: أي الراحلة التي ركبها، وهي وإن لم يجري لها ذكر لكن دل عليها ذكر الرحل. والزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. الزاملة البعير الذي يحمل عليه الطعام والمتاع. حدثنا عمرو بن علي، حدثنا أبو عاصم، حدثنا أيمن ابن نابل، حدثنا القاسم ابن محمد عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: قالت يا رسول الله اعتمرتم ولم أعتمر، لأنها حاضت رضي الله عنها، فقال: يا عبد الرحمن اذهب بأختك فأعمرها من التنعيم، فأحقبها على ناقة فاعتمرت. فضل الحج المبرور. حدثنا عبد العزيز ابن عبد الله، حدثنا إبراهيم بن سعد عن الزهري عن سعيد بن المسيب عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم أي الأعمال أفضل؟ قال: إيمان بالله ورسوله. قيل: ثم ماذا؟ قال: جهاد في سبيل الله. قيل: ثم ماذا؟ قال: حج مبرور. والحج المبرور هو ما كان موافقا لها سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، موافقا للسنة، خالصا لوجه الله. حدثنا عبد الرحمن ابن المبارك، حدثنا خالد، أخبرنا حبيب ابن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور، يعني للنساء. والحج المبرور هو ما كان خالصاً لوجه الله، موافقاً لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. حدثنا عبد الرحمن بن المبارك، حدثنا خالد، أخبرنا حبيب ابن أبي عمرو عن عائشة بنت طلحة عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها أنها قالت: يا رسول الله نرى الجهاد أفضل العمل، أفلا نجاهد؟ قال: لا، ولكن أفضل الجهاد حج مبرور. حدثنا آدم، حدثنا شعبة، حدثنا سيار أبو الحكم قال: سمعت أبا حازم قال: سمعت أبا هريرة رضي الله عنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه. الرفث هو الجماع وما يتعلق به، فلم يجامع لأن الجماع من محظورات الإحرام، والفسق جميع المعاصي أي ولم يعص الله. فإذا حج واجتنب محظورات الإحرام واجتنب المعاصي رجع كيوم ولدته أمه. اللهم اغفر لنا وارحمنا يا رب العالمين. فثواب الحج تكفير الذنوب. اللهم اغفر لنا وتجاوز عنا يا أرحم الراحمين. باب فرض مواقيت الحج والعمرة. حدثنا مالك بن إسماعيل، حدثنا زهير قال: حدثني زيد بن جبير أنه أتى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما في منزله وله فسطاط يعني خيمة وسرادق أي ما يستر الخيمة، فسألته: من أين يجوز أن أعتمر؟ قال: فرضها رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل نجد قرنا. أهل نجد ميقاتهم قرن المنازل، وهو السيل الكبير، أو من فوق الجبل وادي محرم. فسألته: ولأهل المدينة ذي الحليفة؟ أهل المدينة
ميقاتهم ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة وهو قريب من رابغ. فالذي يريد العمرة أو يريد الحج يحرم من الميقات، يتجرد من الثياب التي يلبسها، ويحرم في إزار ورداء تواضعاً وتقرباً إلى الله جل جلاله. باب قول الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. حدثنا يحيى بن بشير يحيى بن بشر، حدثنا شبابه عن ورقاء عن عمرو بن دينار عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان أهل اليمن يحجون ولا يتزودون، يعني ما يأخذون معهم زاد الطعام، ويقولون: نحن المتوكلون. فإذا قدموا مكة سألوا الناس، فأنزل الله تعالى: وتزودوا فإن خير الزاد التقوى. على الحاج أن يكون معهم زاد، لا يكون يسأل الناس. هذا زاد الإنسان طعام والشراب، وتقوى الله زاد الآخرة امتثال الأوامر واجتناب النواهي. رواه ابن عيينة عن عمرو عن عكرمة مرسلا. فعلى الحاج أن يكون معه زاد ولا يكون محتاجا لسؤال الناس. باب مهل أهل مكة للحج والعمرة. حدثنا موسى بن إسماعيل، حدثنا وهيب، حدثنا ابن طاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ميقات أهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن المنازل ويسمى الآن السيل الكبير أو فوق الجبل وادي محرم، ولأهل اليمن يلملم وتسمى الآن السعدية، هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ، أي من مكانه، حتى أهل مكة من مكة. أهل مكة إذا أرادوا الحج يحرموا من مكة، لأنهم سيذهبون إلى عرفة، وعرفة من الحل. وأما إذا أراد أهل مكة العمرة فليخرجوا إلى الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تخرج إلى التنعيم فتحرم بالعمرة. أما الحج فأهل مكة يحرمون من مكة. باب ميقات أهل المدينة ولا يهلون قبل ذي الحليفة. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: يهل أهل المدينة من ذي الحليفة، وأهل الشام من الجحفة، وأهل النجد من قرن. قال عبد الله: وبلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ويهل أهل اليمن من يلملم، وتسمى الآن السعدية. باب مهل أهل الشام. حدثنا مسدد، حدثنا حماد عن عمرو بن دينار عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: وقت، يعني حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة وهي قريبة من رابغ، ولأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، فهن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن، لمن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمهله من أهله، وكذلك حتى أهل مكة يهلون منها، يعني للحج. أما العمرة فعليه من يخرج إلى الحل، كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تخرج إلى التنعيم. باب مهل أهل النجد. حدثنا علي، حدثنا سفيان، حفظناه من الزهري عن سالم عن أبيه رضي الله عنه وقت النبي صلى الله عليه وسلم. حدثنا أحمد، حدثنا ابن وهب قال: أخبرني يونس عن ابن شهاب
عن سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: مُهلُّ أهل المدينة ذو الحليفة، ومُهلُّ أهل الشام مهيعة وهي الجحفة، وأهل النجد قرن. قال ابن عمر رضي الله عنهما: زعموا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ولم أسمعه: ومُهلُّ أهل اليمن يا لملم. باب مُهل من كان دون المواقيت. حدثنا قتيبة، حدثنا حماد عن عمرو عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل اليمن يلملم، ولأهل النجد قرنا، فهن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن كان يريد الحج والعمرة، فمن كان دونهن فمن أهله، حتى إن أهل مكة يهلون منها. الذي كان مسكنه دون الميقات يحرم من مكانه، كأهل الحديبية شميسي ونحو ذلك، من كان دون الميقات مسكنه يحرم من أهله، حتى أهل مكة يحرمون من مكة للحج. أما العمرة فيخرجون إلى الحل كما أمر النبي صلى الله عليه وسلم أم المؤمنين عائشة أن تحرم من التنعيم. باب مهل أهل اليمن. حدثنا معل بن أسد، حدثنا وهيب عن عبد الله بن الطاووس عن أبيه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشام الجحفة، ولأهل النجد قرن المنازل، ولأهل اليمن يلملم، هن لهن، ولكل آت أتى عليهن من غيرهن من غيرهم ممن أراد الحج والعمرة، فمن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. باب ذات عرق لأهل العراق. حدثنا علي بن مسلم، حدثنا عبد الله بن نمير، حدثنا عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: لما فتح هذان المصران أي البلدان أتوا عمر رضي الله عنه فقالوا: يا أمير المؤمنين، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم حد لأهل النجد قرنا وهو جور عن طريقنا، أي بعيد عن طريقنا، وإنا إن أردنا قرنا شق علينا. قال: فانظروا حذوها من طريقكم. فحد لهم ذات عرق. قال الحافظ: سمي بذلك لأن فيه عرقا وهو الجبل الصغير، العرق الجبل الصغير. قال: وهي أرض سبخة تنبت الطرفاء، بينها وبين مكة مرحلتان، والمسافة 42 ميلا، وهو الحد الفاصل بين نجد وتهامة. فأمير المؤمنين عمر رضي الله عنه قال: فانظروا حذوها من طريقكم، يعني ما يقابل ذلك الميقات. فحد لهم ذات عرق، يعني أنها تحاذي الميقات. قوله: فانظروا حذوها، أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل، فجعلوه ميقاتاً. فانظروا حذوها، أي اعتبروا ما يقابل الميقات من الأرض التي تسلكونها من غير ميل، فجعلوه ميقاتاً. باب. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أناخ بالبطحاء،
بذي الحليفة فصلى بها، وكان عبد الله بن عمر رضي الله عنهما يفعل ذلك. ميقات أهل المدينة ذي الحليفة. باب خروج النبي صلى الله عليه وسلم على طريق الشجرة، أن عندما خرج من المدينة للحج. حدثنا إبراهيم بن المنذر، حدثنا أنس بن عياض عن عبيد الله عن نافع عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يخرج من طريق الشجرة ويدخل من طريق المعرس، وإن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا خرج إلى مكة يصلي في مسجد الشجرة، وإذا رجع صلى بذي الحليفة ببطن الوادي وبات حتى يصبح. قال الحافظ ابن حجر: وكل من الشجرة والمعرس على ستة أميال من المدينة. باب قول النبي صلى الله عليه وسلم: العقيق واد مبارك. حدثنا الحميدي، حدثنا الوليد وبشر ابن بكر التنيسي، قال حدثنا الأوزاعي، قال حدثنا يحيى، قال حدثني عكرمة أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يقول إنه سمع عمر رضي الله عنه يقول: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم بوادي العقيق يقول: أتاني الليلة آت من ربي، يعني ملك عليه السلام، فقال: صلي في هذا الوادي المبارك وقل عمرة في حجة. قال الحافظ رحمه الله: وادي العقيق، وهو بقرب البقيع بينه وبين المدينة أربعة أميال. روى الزبير بن بكار رحمه الله في أخبار المدينة أن تبعاً اسم الرجل لما رجع من المدينة انحدر في مكان فقال: هذا عقيق الأرض، فسمي العقيق. حدثنا محمد بن أبي بكر، حدثنا فضيل بن سليمان، حدثنا موسى بن عقبة قال: حدثني سالم بن عبد الله عن أبيه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه رأى وهو في معرس بذي الحليفة، يعني رأى رؤيا وهو في معرس بذي الحليفة ببطن الوادي، قيل له: إنك ببطحاء مباركة، وقد أناخ بنا سالم يتوخى بالمناخ الذي كان عبد الله ينيخ يتحرى معرس رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهو أسفل من المسجد الذي ببطن الوادي، بينهم وبين الطريق وسط من ذلك. باب غسل الخلوق ثلاث مرات من الثياب. إذا وقع في الثوب طيب وهو محرم عليه أن يغسل ذلك الثوب ثلاث مرات، يغسل الطيب من الثوب ثلاث مرات، لأن الطيب من محظورات الإحرام، فإذا وقع في الإحرام يغسل الإحرام، يغسل مكان الطيب ثلاث مرات. قال أبو عاصم: أخبرنا ابن جريج، أخبرني عطاء أن صفوان بن يعلى أخبره أن يعلى رضي الله عنه قال لعمر رضي الله عنه: أرني النبي صلى الله عليه وسلم حين يوحى إليه. قال: فبينما النبي صلى الله عليه وسلم بالجعرانة اسم مكان ومعه نفر من أصحابه، جاءه رجل فقال: يا رسول الله، كيف ترى في رجل أحرم بعمرة وهو متضمخ بطيب، أي متلطخ بطيب؟ فسكت النبي صلى الله عليه وسلم ساعة، فجاءه الوحي فأشار عمر رضي الله عنه إلى يعلى، فجاء يعلى وعلى رسول الله
صلى الله عليه وسلم ثوب قد أظل به، فأدخل رأسه فإذا رسول الله صلى الله عليه وسلم محمر الوجه وهو يغط كصوت النائم، ثم سري عنه فقال: أين الذي سأل عن العمرة؟ فأتي برجل فقال: اغسل الطيب الذي بك ثلاث مرات، يغسل الطيب الذي في الثوب ثلاث مرات أو في الجسم، وانزع عنك الجبة واصنع في عمرتك كما تصنع في حجتك. قلت لعطاء: أراد الإنقاء، يعني النظافة، حين أمره أن يغسل ثلاث مرات؟ قال: نعم، لأن الطيب من محظورات الإحرام، فإذا وقع في ثياب الإحرام يجب أن يغسل. قال الحافظ: والغطيط صوت النفس المتردد من النائم أو المغمى، فإذا نزل الوحي كان يحمر وجه الرسول عليه الصلاة والسلام ويتصبب عرقا من ثقل الوحي صلى الله عليه وسلم. باب الطيب عند الإحرام، يعني قبل الإحرام، وما يلبس إذا أراد أن يحرم ويترجل ويدهن، يعني قبل الإحرام، يترجل يعني يمشط شعره قبل الإحرام. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: يشم المحرم الريحان، الريحان نبات، فلا بأس أن يشم رائحته لأنه نبات ليس بطيب. وينظر في المرآة، يجوز للمحرم أن ينظر في المرآة التي يرى فيها وجهه إن كان فيه أذى أو شيء، ويتداوى بما يأكل الزيت والسمن، وإنما يتجنب الطيب. وقال عطاء: يتختم، أي يلبس الخاتم ويلبس الهميان. قال الحافظ: ويلبس الهميان، هو بكسر الهاء معرب، يشبه تكة السراويل، يجعل فيها النفقة ويشد في الوسط. الهميان يعني مثل الحزام، مثل تكة السروال، كانوا يجعلون هذه التكة يجعلون فيها الدراهم، فالهميان يشبه الحزام، فلا بأس أن يلبس الحزام ليحفظ دراهمه. قال: يشبه تكة السراويل، يجعل فيها النفقة ويشده الوسط. وطاف ابن عمر رضي الله عنهما وهو محرم وقد حزم على بطنه بثوب، ولم تر عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها بالتبان بأسا للذين يرحلون هودجها. قال الحافظ رحمه الله: التبان بضم المثنات والتشديد الموحدة سراويل قصير بغير أكمام، يعني قالت للذين يحملون الهودج يلبسون سروال قصير حتى لا تظهر عورتهم أثناء حمل الهودج، وهو سروال قصير لكن ليس له أكمام، ليس له أكمام كالسروال الذي يلبس في الأرجل. حدثنا محمد بن يوسف، حدثنا سفيان عن منصور عن سعيد بن جبير قال: كان ابن عمر رضي الله عنهما يدهن بالزيت، فذكرته لإبراهيم قال: ما تصنع بقوله؟ حدثني الأسود عن عائشة أم المؤمنين رضي الله عنها قالت: كأني أنظر إلى وبيص الطيب، يعني لمعان الطيب في مفارق رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو محرم، يعني كان يستعمل الطيب قبل الإحرام في شعر رأسه ولحيته، فإذا بقي أثر الطيب بعد الإحرام لا يضر، لكن نفس الطيب كان قبل الإحرام، وإذا بقي أثره في مفرق الرأس أو الشعر فلا بأس به، وأما في ملابس الإحرام لا يجوز استعمال الطيب. حدثنا عبد الله بن يوسف، أخبرنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة
أم المؤمنين رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت: كنت أطيب رسول الله صلى الله عليه وسلم لإحرامه حين يحرم، يعني قبل الإحرام، ولحله قبل أن يطوف بالبيت، إذا رمى جمرة العقبة يوم النحر ونحر الهدي وحلق رأسه كانت تطيبه قبل أن يطوف بالبيت طواف الإفاضة. باب من أهل ملبدا. قال الحافظ رحمه الله: أي جعل فيه شيئا نحو الصمغ ليجتمع شعره لئلا يتشعث في الإحرام. التلبيد أن يضع شيئا على الشعر حتى لا ينتشر،